السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح أوبلز. رجعت لكم بجيم بلاي جديد الكود 8، ومن زمان من جد من زمان عن كود 8، لكن اعذرونا على الغيب، بتعرفون اشغال وزي كذا. طبعا هذا جيم بلاي بسيط، ذبحت اتوقع 57 ومت 7 مرات وجبت ولا اقول، خلوها مفاجأة لكم في الجيم. فان شاء الله في المقطع هذا بحاول اني اجاوب عن اسئلتكم اللي امس. الى الحين وصلني 103 اسئله تقريبا، فبحاول اجاوب عليها، او اللي مكرر يعني بحاول اني اسحب عليه زي ما يقولون، الاسئله المكرره والاسئله اللي ما لها داعي زي ما ذكرت امس ماني مجاوبها. فالحين انا داخل على موقع الاسك وخلونا نشوف. يقول لك السؤال الاول، اي فريق تشجع في السعوديه وفي اوروبا؟ طبعا انا انسان ايام الثانويه كنت اعشق شيء اسمه كره القدم، يعني كنت العب كوره ومدمن وزي كذا، لكن من بعد ما تخرجت خلاص ما عاد صار عندي وقت اني اتابع ولا عندي وقت اني العب، فيعني شلت شيء اسمه كوره من راسي. فهذا ان شاء الله جواب للسؤال حقك. طيب نروح اللي بعد، يقول لك لو خيروك بين البلاي ستيشن ووظيفتك وش راح تختار؟ فهذا سؤال منطقي يعني بالعقل، يعني انا ما راح اختار بلاي ستيشن ابد، يعني الوظيفه او المستقبل شيء اهم من اللعب ومن البلاي ستيشن. طيب يقول لك انت متزوج؟ لا والله، وين متزوج يا ابوي، تو عمري 21. احسكم مكبريني مره، ترى توني 21، توني داخل 21 بعد، يعني ماني ذاك الشايب ولا ذاك اللي في عمر الزواج. طيب يقول لك كم لك من يوم فتحت القناه؟ تقريبا انا فاتح القناه على بدايه 2011، يعني تقريبا كملت الحين سنتين كامله او سنه ونص تقريبا. يعني اشوف انها كثيره بالنسبه ل 3000 مشترك. طيب يقول لك صالح وش افضل كلاس في بلاك اوبس 2؟ طيب بالنسبه لبلاك اوبس 2، انا ما اداني العب بلاك اوبس 2 ملتي بلاير، انا شاري بس عشان الزومبي. لكن بجاوبك بالنسبه للشطحات، لاني احيانا اشطح واروح العب كود 9، فما العب الا فيكتور اللي هو سلاح الفيكتور. انا اشوف انه خنف شاري، ركب عليه سايلنسر وروح شنب درعم يا حبيبي لا توقف. طيب يقول لك خلونا نشوف، يقول لك كم طولك وكم وزنك؟ ما ادري ايش المغزى من السؤال هذا، لكن ما عليه. طولي تقريبا 170 سنتي قزم، يعني لاني طويل ولاني مو قزم، وسط متوسط الطول، لاني ذاك القزم اللي مره حاك في الارض ولاني طويل اللي صاك السماء. يعني بينهم. وزني تقريبا 58، يعني وزني ابو كلب بالعربي. طيب يقول لك افضل شريط يعجبك والسبب؟ طبعا انا من مدمنين كود 6، لكني سحبت عليه سحبه ما هي بصاحيه، لان افضل شريط شفته نزل بالنسبه لسلسله كود بشكل كامل، افضل شيء اسمه كود 6، لكن من بعد الهاك خربوه علينا والله يخرب ابليسهم، لان خلاص ما عاد صار له طعم، كل ما دخلت جيم هاك وهاك وقله حياه، لكن ما عليه. طيب يقول لك اذا تزوجت بتقطع على اليوتيوب؟ لا ابد، بتك انا وزوجتي ونسجل كومنتري. اي بقطع، ايش رايك يعني؟ اكيد بقطع، يعني بيكون عندي اهتمامات اكثر من اليوتيوب، لكن انا ماني مستعجل على الزواج حاليا. طيب يقول ليش ما تنزل كود 8 وش اسمك الكامل؟ كود 8 زي ما انت شايف، هذا كود 8 قدامك، واسمي الكامل مستعدين للصدوة، اسمي صالح الزهراني من الباحة، اكيد زهراني من الباحة، يعني في اغلبكم يمكن عارف اني زهراني من اول ويمكن بعضكم ما يدري، فاسمي صالح الزهراني. طيب يقول لك ليه ما تلعب ماينكرافت؟ يعني انزل ماينكرافت انا احيانا، وش السؤال الشاطح هذا؟ طيب السؤال اللي تكرر اكثر من يا شيخ 50 مره، ويقول لك وش معنى اوبلز اللي هو الاي دي حقي؟ طبعا اوبلز ما له معنى، انا اشوف انه بس مجرد شكل، اي ديات انا تعجبني انه يكون شكل بس، يعني مو شرط ان كل اي دي له معنى معين عشان يكون قوي وما ادري ايش، لا بالعكس انا افضل ان الاي دي حقي يكون مجرد شكل بس. طيب يقول لك نفس الاسئله، وش ميولك الكروي؟ وش ميولك؟ واحد يقول وش اسم امك؟ اسم امي نفس اسم امك بالضبط، يعني طالع في اسم امك وتعرف اسم امي، يعني نفس الاسم. طيب يقول لك اسمك الكامل عمرك؟ جاوبنا على الاسم الكامل والعمر 21 سنه. يقول لك ما هو طموحك في القناه وهل اذا نجحت بتكمل او اذا ما نجحت بتكمل؟ طموحي في القناه اني اول شيء ارضي الله سبحانه وتعالى وارضي والديني، بعدين ارضي مشتركيني، او ارضي نفسي بعدين ارضي مشتركين، يعني انا فاتح القناه عشان اسعد نفسي اولا واخرا، يعني بعدين ارضي المشتركين حقيني اللي على عيني وراسي والله. طيب يقول اذا ما نجحت ما بتكمل؟ اكيد ما بكمل، يعني ليش احارب شيء وانا يعني ما بستمر فيه، يعني ليش احارب اني انجح وانجح وانا يعني فشلت من البدايه، او لا مو اني فشلت خلاص بسحب القناه، لا قصدي اني حاولت وحاولت وحاولت وتعبت يعني وما لقيت ذاك الدعم اللي يتطلب، اكيد بسحب القناه. طيب يقول لك كيف بدايتك في اليوتيوب وبالتفصيل لو سمحت. انت مطول يا اخوي.
طيب بدايتي في اليوتيوب عام تقريبا 2011، بداية 2011 كانت على كود 6. اول ما يا شيخ كنت مدمن اتابع مونتاجات سنايبر، وكنت مدمن العب سنايبر، كنت انزل مونتاجات سنايبر كانت كلبية يعني، لا هي بذاك الزود لا هي بالاحترافية، عادية بالعكس، مجرد خشات كذا لقطات سنايبر مع اغنية بسيطة، كانت يعني انا بالنسبة لي اشوف انها كويسة، لكن ما عجبت الشعب، هذا شيء راجع لهم، اهم شيء رأيي انا. هذه بدايتي، بعدين سحبت على القناة يمكن 6 أشهر، بعدين رجعت انزل كومنتريات واسحب بين فترة وفترة، فهذا اللي اخرني يعني على القناة، وتشوفون انها مجرد يعني مرت سنة ونص تقريبا ولا عندي ذاك المشتركين زود، فهذا السبب. طيب يقول عندك اخوان صغار؟ ايه عندي اخوان اصغر مني وفي اكبر مني. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. طيب خلونا نشوف من بعد. كيف احترفت زومبي؟ انا اول شيء ماني محترف زومبي، يعني لعبي متوسط، لا هو باللي احترافي ولا هو باللي نوب، لعبي عادي. وانا من كود 7 او كود 5 مدمن زومبي، لعبت اول شيء على الاكس بوكس لعبت زومبي، ويا شيخ ادمنت شيء اسمه زومبي، وشريت كود 7 عشان الزومبي. انا ما العب لا كود 7 ولا كود 9 مالتي بلاير، العبها زومبي بس، يعني ما شريتها الا عشان الزومبي، فادمنت شيء اسمه زومبي لاني احب الحماس، واحب اني يعني كل ما قتلت يصير يعني التحدي اكبر ويصعب علي اني اكمله زي كذا. طيب خلونا نشوف خلونا نشوف. يقولك من افضل شخص شفته في اليوتيوب؟ انا الصراحة اتابع اول شيء اتابع الاجانب، لان في اشياء للزومبي ما ينزلونها عرب، ويمكن في عرب ينزلونها لكني ما مروا علي صراحة، لكن افضل قناة واحد اجنبي يعني ما لها داعي اذكر اسم القناة، اتابعه بكثير. وبالنسبة للعرب اتابع سي جيمر، واتابع خالد كويت، واتابع دحوم، واتابع مشاري اللي سحب فترة على القناة ما ادري شو وضعه، واتابع مودي، وتابع كلاي، يعني ما بقى احد خلاص كلهم هذولي. طيب يقولك ايش افضل كود لعبته؟ زي ما قلت لكم كود 6. اكثر شيء ضايق في الردود، يعني الردود اللي تحت يضايقني فيها شيء كثير، ان ناس يعني يقولون اشياء وهم ما يدرون عنها، يعني مثلا يقول يا صالح انت تسحب القناة فترة واكيد ما عندك ظروف وما عندك شيء، يعني لا تقول الكلام هذا الا لما تتأكد اني يعني فاضي ولا عندي شيء وما نزلت، لكن انا انسان مشغول وتقول لي انت ما عندك شيء وما تنزل، هذا صراحة يعني شيء يقهرني. خلونا نشوف وش اللي بعد. يقول لك ليش ما تنزل مقطع بالكيك؟ والله الكيك صراحة اي مقطع اشوف يعني في الكيك يعني زي ما يقولون اكرهه صراحة، لان سمعة الكيك بشكل عام سمعة خايسة، الا في يعني الا من رحم ربك، يعني في ناس ما قصروا والله منزلين اشياء حلوة بالنسبة للكيك. طيب هذا ان شاء الله يكون جواب. وش اسمك وفين تعيش؟ قلنا الاسم وكم عمري. اعيش في الدمام، ساكن في الدمام حاليا، ولدت في الدمام عايش في الدمام. خلونا نشوف كم باقي على الجيم. خلاص الجيم على وشك اني اخلص. طيب يقول لك اكثر اسئله وش اسم امك؟ يعني ما ادري ايش المغزى. خلونا نجيب وش الاسئله اللي بعد. يقول لك ما هي اكثر لعبه استمتعت فيها؟ صراحه انا استمتعت بشكل يعني استمتاعي مو بحماسي، لا استمتاعي بس، ليمبو، لعبه ليمبو والله حماسيه مو حماسيه يعني استمتاعيه، وتخليك تشغل مخك يعني صراحه ما شفت افضل منها. طيب هذا بيكون اخر سؤال، خلونا نشوف اخر سؤال كذا. يقول لك كيف كانت بدايتك، سهله ام صعبه؟ والله بدايتي كانت تحطميه زي ما يقولون، لاني كنت متحطم في البدايه انه ما في دعم ولا في شيء، فتقريبا الى الحين جاوبت نص الاسئله او ثلث الاسئله، وهذا الجيم على وشك او خلص. فاتمنى ان الجيم بلاي يعجبكم، واتمنى ان اجوبتي كانت كويسه لكم او كانت زي ما كنتم تنتظرونها. لا تنسون تحطوا لايك وتضيفون المقطع المفضله. كان معكم اخوكم صالح، يعطيكم الف عافيه.